مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما إليكم أبرز عناوينها. الرئيس الأسد خلال لقائه الشيخ عبد الله بن زايد: الشعب السوري يقدر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة لتداعيات الزلزال. استقبلونا وقدموا لنا كل شيء بنحتاجه. تواصل توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على متضرري الزلزال في المناطق المنكوبة. الاستجابة السريعة للكارثة الإنسانية التي وصلت في سوريا. عبر المنافذ البرية والمطارات تدفق المساعدات الإنسانية من الدول الشقيقة والصديقة. استقبل الرئيس بشار الأسد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له. الوزير الضيف نقل تعازي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الرئيس الأسد والشعب السوري. وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن خالص المواساة لعائلات الضحايا متمنيا الشفاء للجرحى والمصابين، وأكد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سوريا في هذه المحنة واستمرارها بتقديم المساعدة المطلوبة لمساعدة الشعب السوري على تخطي الآثار التي خلفها الزلزال. الرئيس الأسد شكر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري، وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ، مؤكدا أن الشعب السوري يقدر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين والمبادئ الإنسانية التي يمتلكها الشعب الإماراتي الشقيق. استقبل الرئيس بشار الأسد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والوفد المرافق له. وأكد الرئيس الأسد أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سوريا في هذه الظروف للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية، وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة. واعتبر الرئيس الأسد أن سوريا تتطلع إلى تعاون فعال مع منظمة الصحة العالمية بحيث يكون مبنيا على رؤية شاملة تقيم واقع القطاع الصحي وتهدف لترميم النقص وأيضا المساعدة على الاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة. من جهته أشار غيبريسوس إلى أن زيارته إلى حلب كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين من الزلزال. وأكد أعضاء الوفد أن المنظمة مستعدة للعمل مع سوريا لمواجهة تبعات الحرب والزلزال. أعلن وزير الصحة الدكتور حسن غباش ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده فجر الاثنين الماضي إلى 1408 وفيات و2341 مصابا في حصيلة غير نهائية. وقبل ساعات انتشلت فرق الإنقاذ 13 جثة من تحت أنقاض المبنى المتهدم جراء الزلزال في شارع المالية بمدينة جبلة. وذكر رئيس فريق إنقاذ الدفاع المدني بجبلة المقدم سليمان علي لمراسل سانا ذكر أنه تم انتشال 7 جثامين من تحت أنقاض المبنى، لافتا إلى أن عمليات رفع الأنقاض متواصلة في الموقع المذكور بمشاركة فريق إنقاذ من روسيا الاتحادية. وبيّن مدير مشفى جبلة الدكتور قصي خليل أن حصيلة ضحايا الزلزال في جبلة بلغت حتى الآن 292 وفاة و179 مصاباً. خصصت محافظة حمص 6 مراكز إيواء من بينها مركز القصور الذي استقبل 8 عائلات من أهالي محافظتي اللاذقية وحلب، وقد قدمت لهم كل المستلزمات الغذائية والطبية. تقريبا الساعة 4 بالليل فقنا على أنه البيت عم يهتز، طلعنا لبرا واللي عم بيقولوا لنا زلزال. تمينا شيء حوالي هيك يعني يعني من الصبح تقريبا لا حتى طلع الضوء. كان الوضع بصراحة يعني صدمة لإلنا، صدمة كبيرة. اضطرينا نطلع على حمص، جينا هون على حمص، استقبلنا هون الهلال الأحمر، سيادة المحافظ ما قصروا معنا أبدا والله، استقبلونا وقدموا لنا كل شيء بنحتاجه وزيادة والله، والله قدموا لنا كل شيء وزيادة يعني. إصابتي من يوم الزلزال. وفجأة صوت زلزال وما بعرف شو نساوي. نزل بيتي 3 أرباعه، اجت هيدي هونيك العالم طالعونا من بيوتنا، ومشان ما حدا يتأذى ويتضرر طلعنا من بيوتنا، ضلينا نهارين نايمين بالحدايق هونيك بحلب، بعدين جينا لهون دقينا لجمعية هلال أحمر، اجوا أخذونا جابونا لهون، والحمد لله أملوا لنا طلباتنا وسكنونا. هون أمنوا لكم كل شيء، في عندكم شيء؟ لا الحمد لله رب العالمين، ما نقصنا شيء وعطونا كل محتاجاتنا، وحتى يروحوا يجوا يسألونا ايش لازمكم ايش بدكم، لازمنا نقول لهم عليه والما لازمنا ما في داعي نطلبه. كم ولد معك؟ معي 4 أولاد، بنتين وصبيين. احنا من أهالي حلب، جينا من حلب. بصراحة يعني كان يوم عصيب على الجميع بشكل عام، نحن هربنا من الزلزال يعني، وخوفا على أولادي وزوجتي حبينا نجي على مدينة حمص. بيتنا يعني ما بنعرف عنه شيء بصراحة، وطلعنا يعني هربا من الموت. كان يوم كتير صعب علينا، ضلينا بالعراء حوالي 6-7 ساعات تحت الأمطار والبرد والهواء، آخر شيء جينا لهون. والبيت والله صدقا ما بعرف عنه شيء يعني، بس يمكن اتصدع لأني بيتي عربي قديم، عرفتي كيف؟ وبهاليومين إن شاء الله بدي أطلع أشوف أطمن عنه. والله بمجرد وصولنا اتصلنا بطوارئ الهلال وتجاوبوا معنا وأمنوا لنا هون مأوى بهالمدرسة. جينا لهون شوفت عينك مبارح والله. وولادي كانوا بحلب كمان، فنزلت البناية فينا أول يوم هزة أرضية، حصين عليها صارت هزة أرضية ونزلت البناية، وضلوا ولادي تحت 4 أيام، هو ومرته وابني طبعا، وابني الثاني ما بنعرف عنه شيء، هذا هو ومرته تحت بالشوارع تحت المطر. فجبنا حتى جينا دلونا عالم انه يطلعوا لهون وهيك، واجا ابني واستفقد هون، طب دبر الوضع قال لي ماما هون يعني كويس، واجا اهلك. لسه حدا تحت الانقاض؟ ابني ما بعرف عنه شيء لسه، عندي واحد لا بعرفه لا تحت الانقاض ولا مفقود ولا ما بنعرف عنه شيء، وهلا عم ندور عليه والله هيك فرج عبره. كيف كان هون قدموا لكم؟ كثير مساعده كثير والله، ما خلوا شيء ما قدموا لنا اياه، وقدموا لنا لأن اولادنا يعني ما خلوا شيء، الله يجزيه الخير ربي. الحمد لله رب العالمين، كنا بالشوارع والحمد لله رب العالمين انه مرت علينا ازمه كبيره تحت المطر بالشوارع نايمين. جينا على حمص لا لحقنا نهرب، نحن كنا نايمين على صوت الزلزال فوقنا، لما فوقنا انهزمنا وقفنا بالساحه، عم وقفنا بالساحة عم بيتنا طب نصه والبناية مقابلنا طبت على بيتنا كملت عليه. ايه ومضى بحلب مقامات بجمع عادي وما ضلنا محل نبرق فيه، ضلينا برقين بالشوارع بالحدايق. عند بيرقنا بالحدايق قاموا الجماعه دقوا لنا نجي لهون. في حدا من قرايبينكم كان تحت الانقاض؟ لا لا، ما حدا تاذى طوبل، فورا لحالنا نهرب. نحن اليوم بمركز محمود عثمان في حي القصور في محافظة حمص، وهو مجهز لاستقبال الإخوة الهاربين من 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 كارثة الزلزال في المناطق المنكوبة. اليوم المركز بضم 8 عائلات، 6 قادمة من حلب وعائلة من لاذقية، تتجاوز ال 35 شخص بيناتهم أكثر من 10 أطفال. تتواصل الجهود الحكومية والأهلية لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له محافظة حلب وتوزيعها في مراكز الإيواء التي بلغ عددها 173 مركزاً. تحية لكم مشاهدينا من جديد عبر قناة سما الفضائية. نرصد لكم ما زلنا في مدينة حلب الشهباء العمل الإغاثي الذي يجري على قدم وساق من أجل دعم أهالينا الذين تضرروا جراء هذا الزلزال والهزات التي تلته. كما تتابعون معنا نحن الآن في ملعب الحمدانية، هذا الملعب الذي أصبح مركزا للإيواء وأصبح مركزا للإغاثة. العمل فيه يجري من قبل الأصدقاء الحشد العراقي. كما تتابعون معنا هنا عمليات تنزيل مواد الإغاثية، وأيضا على يميني مطبخ الحشد العراقي الذي يقوم بتحضير الوجبات الغذائية للأهالي الذين تضرروا جراء هذا الزلزال. عمل متواصل على مدار الساعة، أقسام مختلفة في ملعب الحمدانية الذي كرست فيه كل الجهود من أجل تقديم المساعدة والدعم لأهالينا. تفاصيل أكثر معنا السيد ميثم امين، طبعا هو من إعلام الأصدقاء العراقيين. يعطيك العافية ميثم. الله يعافيك. أهلا وسهلا بكم في سوريا وشكرا لجهودكم. من اللحظات الأولى أنتم كنتم موجودين، خبرنا بداية كيف انطلقتوا اليوم. أنتم يعني عرفت أن وصلتوا يوم الأربعاء، ولكن يعني الزلزال ضرب مدينة حلب وسوريا يوم الاثنين. لما انطلقتوا من العراق إلى هنا احكي لنا. عندما وقع الزلزال يوم الأحد كنا نتمنى أن نكون هنا حاضرين في الساعة الأولى، وبدأنا نحن العمل منذ الساعة الأولى، ولكن كما تعلمون هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق حكومي وتجهيز كبير. ليس بالأمر الهين أن يتم تجهيز هذا الكم من المواد الإغاثية والسيارات والآلات التخصصية. نحن هنا في هذا الموقع، هو موقع من مواقع أشرفت عليها هذه الحملة التي انطلقت من العراق في يوم الاثنين بتنسيق بين الحكومتين العراقية والسورية، وكانت الإدارة الكاملة من قبل هيئة الحشد الشعبي. وانطلقنا من العراق يوم الاثنين، توجهنا بمئات الآليات، تضمنت شاحنات كثيرة وناقلات وقود وآليات تخصصية. الآليات التي جئنا بها كان لها دور كبير في المعارك، معارك التحرير في العراق ضد العصابات الإرهابية، وتضمنت أيضا القافلة مئات سيارات الإسعاف والإغاثة والمواد الغذائية التي تضم مئات الأطنان من المواد الغذائية والدوائية التي تراعي الظروف التي تمر بها سوريا حاليا. قطعنا 1300 كيلومتر، وجرى يعني ما جرى من صعوبات وتهديد بالاستهداف من قبل الطيران الأمريكي ومحاولة عرقلة وصول هذه القافلة. يعني كنا نتمنى أن نكون هنا في الساعات الأولى، ولكن الظروف هي التي أخرتنا. ومع ذلك لم ندخر دقيقة واحدة للوصول إلى هنا في أقرب وقت ممكن للقيام بهذا الواجب. مشكورة ميثم أمين من الإعلام الحربي من الحشد العراقي. ما زالت الجهود مستمرة، يعملون على قدم وساق كخلية نحل، يعني لا تتوقف جهود الأصدقاء العراقيين. وجدناهم عبر البر وفي الجو أيضا، كما تابعتم معنا وصول قافلات كبيرة من الأصدقاء العراقيين تحمل مساعدات إغاثية طبية وحتى سيارة الإسعاف كانت أيضا قد وصلت. تحية لجميع أصدقائنا الداعمين لنا، نراكم أيضا في رسائل أخرى من حلب الشهباء من المساعدات الإغاثية التي تصل إلى أهالينا. تحية لكم، كنت معكم كنان علوش من حلب الشهباء. لا تسأل عن سلامتي روحه فوق راحتي، بدلته همومه كفنا من وسادتي. لا تسأل عن سلامتي روحه فوق راحتي، والردى منه خائف فدي عواصف، خجلا من جراءتي كل من عبص. أدب يا رسول الله، أدب. منطلقة من محافظة ريف دمشق وصلت قافلة مساعدة إنسانية مؤلفة من 25 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال في حلب. من جديد تحية لكم مشاهدينا متابعينا عبر قناة سما الفضائية. ما زالت قوافل المساعدات تتواصل إلى ورودها إلى محافظة حلب كما تتابعون معنا. الآن وصلت بالريف دمشق طبعا وبدعم من الأهالي، أهالي ريف دمشق جميعا، القوافل التي تصل تباعا إلى سوق الإنتاج وهنا إلى الأمانة السورية للتنمية وإلى المنارة. بداية نتحدث عن جهود الأمانة السورية للتنمية والمنارة وكيف يعني يعملون بالشكل متواصل على مدار الساعة كخلية نحل لإيصال المساعدات إلى الأهالي. معنا زينب قبلاوي من المنارة، يعطيك العافية زينب. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. جهودكم مشكورة، عم تتعبوا على مدار الساعة ولكن يعني هذا العمل جميع الناس في مدينة حلب بالتضافر أيضا مع المحافظات السورية. خبرونا أنتم كمنارة وأمانة سورية شو عم بتقوموا هون بسوق الإنتاج؟ تماما، في أول يومين من الكارثة كان في تلبية جماعية من كل أهالي حلب لحتى نكون عم نساهم بمساعدة الأشخاص المتضررين. اليوم تشكلت غرفة عمليات من الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات والأمانة السورية للتنمية بالإضافة للهلال الأحمر لحتى هي تكون عم بتنسق الجهود بالتعاون مع المحافظة ومجالس المدينة. مثل ما لكم شايفين اليوم في خلية نحل بسوق الإنتاج ومنارة المحافظة متضافرة الجهود كلها بين جمعيات وكشافات ومتطوعين وأفراد حابين يعملوا شيء بهي الكارثة. الجهود كبيرة، العمل كبير، أكيد نحن بحاجة بلشنا ننظم امورنا اكثر لحتى نعمل تلبيه ونساعد اخواننا اللي هن تضرروا بالكارثه. نعم، شكرا زينب قبلاوي من المناره، يعطيك العافيه. وايضا حابين نتحدث مع نائب محافظ ريف دمشق الاستاذ جاسم يعطينا فكره عن القوافل القادمه، هل هناك قوافل اخرى ونوعيه القوافل التي وصلت الى محافظه حلب؟ يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيكم. حلب قصدنا وانت سبيله. طبعا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، ونحن آتينا من محافظة ريف دمشق فزعة لأهالينا في حلب بمحنتهم ونكبتهم بسبب الزلزال الذي أصابهم. طبعا نحن من محافظة ريف دمشق بتوجيه من السيد محافظ ريف دمشق المحامي صفان ابو سعده تشاركية مع رفيقنا أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، جئنا إلى حلب مع قافلة مؤلفة من 14 حافلة، 5 حافلات كبيرة و9 حافلات وسط. تضم هذه الحافلات عددا من المواد العينية مثل الأدوية والغذائية والألبسة والأحذية والمنظفات، حتى هناك في كرسي للعجزة. ولن تكون هذه الرحلة إلى حلب الأولى والأخيرة، إنما هناك رحلات متعددة، هناك مبادرات شخصية من أهالينا في ريف دمشق، وهناك مبادرات من محافظة ريف دمشق ستكون إن شاء الله متتالية إلى محافظة حلب. شكرا لك. المجتمع الأهلي كان هو له الدور الأكبر في دعم أهالينا هون. نحكي مع حضرتك، تخبرنا شو عملتوا. أهلا وسهلا فيكم. نحن منذ اللحظات الأولى بتوجيهات السيد المحافظ ريف دمشق لبينا الدعوة مباشرة للمجتمع الأهلي المحلي ولجنة التنمية في بلدة حلبون. قمنا بجمع التبرعات تقريبا ما يقارب 800 وجبة مواد غذائية، وإحرامات تقريبا ما يعادل 300 بطانية، وحصر، ومواد طبية، ومواد غذائية، وملبوسات ومفروشات، وتبرعنا قديش الكمية؟ تقريبا البراد ما يقارن مليار ليرة سوري، وبالبنك دفعنا ما يقارب 300 مليون. نعم. ما زال هناك قوافل ستوصل؟ في قوافل إن شاء الله على مدينة حما ومدينة اللاذقية ان شاء الله تعالى. شكرا كثير لك. مثل ما تابعتوا معنا قوافل تصل تباعا الى محافظه حلب دعما للاهالي الذين تضرروا جراء الزلزال، ونحن نشكر طبعا جميع المنظمات، جميع الاهالي الذين يعملون مع الامان السوري، التنميه، مع الجمعيات الخيريه. الهدف اخيرا هو دعم الاهالي وانقاذ ما يمكن انقاذه من الاشخاص الذين نراهم الان في الحدائق سواء وفي مراكز الايواء. تحيه لكم، كنت معكم انا كنان علوش من حلب الشهباء. ضمن حملة من الأهل إلى الأهل تم تسيير دفعة مساعدة جديدة من السويداء إلى متضرري الزلزال بحما، إضافة إلى سيارة إسعاف وعيادة متنقلة مع طاقمهما إلى اللاذقية لمؤازرة جهود مديرية الصحة فيها. نحن بدأنا الحملة من ثاني يوم بعد وقوع الكارثة الطبيعية للزلزال اللي أصاب محافظات حلب واللاذقية وحماة. بدأنا العمل من ثاني يوم فورا، وانطلقت أول قافلة إلى حلب والثانية إلى اللاذقية، واليوم نحن في قافلتين، قافلة متجهة إلى حماة فيها مواد عينية، مساعدات غذائية ومواد طبية وألبسة وأغذية أطفال، وفي قافلة أخرى متجهة إلى جبلة، إلى اللاذقية وجبلة، أطباء، وهي قافلة طبية، أطباء ومواد طبية وأدوية، طبعا عن طريق مديرية الصحة وعن طريق أطباء خاصين هن حابين يساهموا بهالمبادرات اللي عم تقوم لمساعدة أهلنا. كل تحية لأهلنا بمحافظة السويداء اللي سارعوا من أول يوم لتقديم كل ما يمكن تقديمه وما قصروا أبدا. ما حصل من أبناء الشعب العربي السوري حقيقة بدل ودلالة قاطعة ودراسة واضحة بأنه السوريين كل يد واحدة، والشكر لكل أهلنا أشقائنا العرب وأصدقائنا في دول العالم اللي ما توانوا ودحضوا كل الحصارات اللي أصدرتها أمريكا زورا وبهتانا. نتمنى إذا كانت أمريكا حريصة على الشعب العربي السوري أن ترفع يدها عن النفط السوري اللي عم نعاني الأمرين في ظروف البرد قبل الكارثة وأثناء الكارثة، وأبنائنا عم بيئنوا من البرد وهن عم بيشرقوا النفط السوري لأنهم هن محتلين لهذا البلد. إذا كانوا حريصين على شعوب العالم وأمن وأمان شعوب العالم يرفعوا يدهم عن النفط السوري ويرفعوا يدهم عن سوريا. الحقيقة المصيبة اللي أصابت أهلنا في بعض المحافظات السورية والكارثة الإنسانية أصابت جميع السوريين في الصميم. يعني يوم أصبح لزاما علينا أن نقف مع أهلنا في المناطق المتضررة من هذه الكارثة، وما لاحظناه الحقيقة على مستوى الجمهورية العربية السورية الغيري والحماس والاندفاع من أهلنا جميعا لتقديم المعونة لأهلنا المصابين هو مثال حي على أننا شعب واحد. إذا تداعى أحد الأعضاء منه بالمرض تداعت باقي الأعضاء بالسهر. اليوم لزام على كل المواطنين السوريين وكل الأهل في سوريا أن يقفوا مع أهلنا في المناطق المتضررة، وهذا دليل على تكافل اجتماعي وهو إظهار صورة أن نحن شعب واحد. هناك حقيقة قصص لاحظناها من بعض الأطفال قدموا شيء بسيط وأنه ما هوش ثمين بنظرنا، لأنه إحساس بأهل في بالمناطق المتضررة هو بدل على هذا الحس الإنساني والحس الوطني تجاه باقي أهلنا في سوريا. بالبداية نقول أنه رحم الله الشهداء، يعتبر شهداء الذين سقطوا في هذه المصيبة، والشفاء العاجل لجرحى إن شاء الله. تحية لكم متابعين عبر شاشة سما. نتواجد الآن أمام مقر محافظة السويداء حيث تتجهز القافلة المحملة بالمواد الإغاثية المقدمة من أهالي محافظة السويداء من خلال حملة من الأهل إلى الأهل لمساعدة المناطق المنكوبة التي تضررت جراء الزلزال. هذه السيارات اليوم كما تشاهدون هي مقدمة من المجتمع المحلي في محافظة السويداء. المجتمع المحلي بجميع أطيافه ساهم اليوم بمساعدة الأهل في المناطق المنكوبة. القافلة الأولى كان باتجاه محافظة حلب والقافلة الثانية باتجاه محافظة اللاذقية للمساهمة قدر الإمكان بتضميد الجراح وإغاثة أهلنا في المحافظات المنكوبة التي تعرضت للزلزال. اليوم القافلة كما أسلفت متجهة باتجاه محافظة حماة. القافلة محملة بالفرش والبطانيات والمواد الغذائية المتنوعة المعلبة والجافة، إضافة إلى بعض الأدوية الضرورية، حفاضات الأطفال، حليب الأطفال، الحليب الجاف، يعني كل ما يمكن أو بحاجة ماسة له في تلك المناطق ركزنا عليه بشكل مباشر. هذه المواد طبعا تم تجميعها خلال الأيام الماضية من قبل المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المحلي، الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والأشخاص والتجار، غرفة تجارة وصناعة السويداء السورية للتجارة. اليوم في قافلة أخرى حقيقة ستنطلق باتجاه محافظة اللاذقية، هي قافلة طبية من مديرية صحة السويداء أيضا للمساهمة قدر الإمكان للوقوف مع أهلنا في المحافظات المنكوبة. منذ الساعات الأولى التي تلت حدوث الزلزال لجمع المساعدات والتبرعات والمساعدات العينية لمساعدة أهلنا في المحافظات المتضررة المنكوبة. صباح الخير دكتور طارق. دكتور طارق الجمال يحدثنا أيضا عن دور مديرية صحة السويداء اليوم في مساندة الأهل في المناطق المتضررة. بداية يسعد صباحكم والرحمة للشهداء والشفاء للمصابين. مديرية الصحة اليوم بالتعاون والتنسيق مع محافظة السويداء قامت بتجهيز سيارة إسعاف مع فريق طبي ومستلزمات طبية إسعافية، كما قامت بتجهيز عيادة متنقلة أيضا مع فريق طبي ومستلزمات طبية لمؤازرة أهلنا في مديرية صحة اللاذقية. نعم، لتقديم الخدمات بالمؤازرة مع مديرية صحة اللاذقية. المقدمة في هذه السيارة التجهيزات كما قلنا فريق طبي، طبيب داخلي قلبي مع ممرضين، إضافة إلى مستلزمات دوائية ودوائية لتقديم الخدمة لأهلنا في اللاذقية من جبائر من أدوية كما قلنا ومستلزمات إسعافية. شكرا لك. أيضا متابعينا يتواجد معنا الآن فريق طبي بمبادرة شخصية يتوجهون اليوم للمناطق المتضررة لمساندة الأهل. دكتور حدثنا عن مبادرتكم اليوم. بالبداية الرحمة لأرواح جميع الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. نحن مجموعة من الأطباء قمنا بمبادرة شخصية منطلقة من أهل السويداء إلى أهلنا في محافظة اللاذقية تحت رعاية السيد المحافظ وبالتنسيق مع مديرية صحة السويداء. الحملة عبارة عن أدوية إسعافية وأدوية للأمراض المزمنة مقدمة إلى مراكز الإيواء في محافظة اللاذقية، وسيتم هناك تقديم جميع الخدمات الطبية ضمن الإمكانيات التي نستطيع أن نقدمها، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة انطلاقة من الأهل للأهل و تصل إلى الهدف المرجو منها. شكرا لك. طبعا. لا فرق بين شمالها وجنوبها، كما الألم واحد أيضا الأمل واحد بأن سوريا ستتعافى بمحبة أبنائها وأن الغد أفضل. من السويداء كنت معكم أمل الشومري لقناة سما الفضائية. كذلك أطلقت الفعاليات الاقتصادية والأهلية والاجتماعية في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة مبادرة لجمع تبرعات مالية لأهالي المناطق المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، بهدف تحويلها إلى حساب اللجنة العليا للإغاثة للمساعدة في تقديم ما أمكن من مساعدات للمناطق المنكوبة. ما تشاهدوه الآن في مدينة القامشلي هو جزء لا يتجزأ مما شاهدتموه في كل أرجاء سوريا. يعني هذا الشعب الأبي، هذا الشعب اللي عنده نخوة، اللي عنده رجولة، اللي عنده شهامة، اللي عنده كبرياء، اللي عنده كرامة العربي الأصيل الشهم الشريف، يعني يلي بيحس بجراح أخوه في أي بقعة من هذه الجغرافيا السورية. هذه الفزعة الموجودة من سمات السوريين اليوم، الشعب السوري يقف جنبا إلى جنب ليتجاوز هذه المحنة، هذه المحنة اللي نتمنى أن تتحول إلى منحة حتى نتجاوز كل الصعاب التي مرت علينا من خلال الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية، وأيضا من ظرف الطبيعة من خلال هذا الزلزال الذي استهدف الشجر والبشر والحجر ولم يترك شيء إلا واستهدفوه. مع بداية الزلزال والكارثة التي حصلت بها، لأن بدأ أهالي الحسكة بالتوافد لتقديم التبرعات، طبعا مع بتوجيه من السيد محافظ الحسكة بإنشاء رقم حساب خاص بخصوص تبرعات أهالي الحسكة النقدية والعينية، وبدأ التوافد. اليوم نحن في مدينة القامشلي تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الخصوص. واجب وطني على كل وطني شريف بسوريا نجمع لأخوتنا المنكوبين في المحافظات الباقية، وإحنا ودمنا وأرواحنا ضمن تحت راية السيد الرئيس بشار الأسد، وإحنا اليوم قاعدين هنا مركز ثقافي نجمع للمحافظات المنكوبة أخوتنا بالمحافظات، وإحنا كل شيء نملكه تحت الشعب السوري. نحن بدورنا كشعب سوري يجب أن نبين للعالم بأن الشعب السوري كله كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولذلك نحن قدمنا إلى هذا اليوم لنعمل أقل ما يمكن عمله هو التبرعات لأهلنا وأحبابنا وأخواننا الذين تعرضوا للتدمير ولهذا الزلزال العنيف. هذا الزلزال القدر هو قدر محتوم على الدنيا جمعاء، ولكن تبينت بأنه سوريا كالجسد الواحد، أينما اشتكى منه عضو تداعت له كامل أنحاء الجسم بالسهر والحمى. تمنياتنا للوطن بالشفاء العاجل لقائد مسيرتنا بطولة العمر، وسوريا الله حاميها. جايين ندعم أهلنا بحماة وحلب وإدلب واللاذقية، كل أهلنا بسوريا. جايين اليوم على مركز الثقافي نتبرع لأهلنا بسوريا اللي ضرروا بالزلزال، وإن شاء الله يا رب تكون أكبر المصائب على سوريا. أهلنا في ريف إدلب المحرر سيروا 3 شاحنات مساعدات تضم مواد غذائية وإغاثية باتجاه حلب واللاذقية وجبلة. نعم مشاهدينا، عبر قناة سما الفضائية، الرحمة لروح شهداء الزلزال، الشفاء العاجل للجرحى والسلام دائما لسوريا. نتواجد الآن في مدينة خان شيخون في ريف إدلب المحرر من الإرهاب. الآن تقوم الفعاليات الاقتصادية والفعاليات الأهلية بإرسال قوافل مساعدات عبارة عن 3 سيارات إلى مدينة جبلة ومدينة اللاذقية، إضافة إلى محافظة حلب. هذه المساعدات تم جمعها من المجتمع الأهلي والمجتمع المحلي بالتعاون مع محافظة إدلب من أجل مساعدة المتضررين في تلك المناطق التي تضررت بفعل الزلزال الذي أصاب سوريا. مباشرة معنا محافظ إدلب سائر سلهب. سيادة المحافظ، نتحدث الآن وبداية حول هذه القوافل وحول هذه المساعدات التي قدمت من ريف إدلب. طبعا ضمن إمكانيات الناس المتواضعة في الريف المحرر لإدلب، الناس أصروا على تقديم ما يمكن تقديمه لمساعدة الناس والمتضررين من الزلزال في المحافظات السورية. طبعا مشكورين على ما قدموه، ولو كانت كما قلت اقتصرت على ما يستطيعون تقديمه، إلى درجة أن بعض الأسر أرسلت من مؤونة البيت الأشياء اللي نعرفها، الزيتون وجبنة ولبنة وغير ذلك، وهي طبعا مقدرة ولها دلالة، وهي رسالة إلى أن السوريين جميعهم في هذا المصاب متوحدون. طبعا سيادة المحافظ، نتحدث عن مناطق خارج السيطرة. اليوم الأمم المتحدة قررت بأنها فشلت في إيصال المساعدات إلى مناطق شمال إدلب التي أيضا هي متضررة بشكل كبير. هناك الآلاف من الضحايا، هناك الآلاف من المصابين نتيجة هذا الزلزال. اليوم نتحدث عن دور الحكومة السورية وماذا يجري. كنا نتحدث عن أخبار بأن المساعدات ستدخل، ثم الأمم المتحدة قالت بأن هيئة تحرير الشعب الإرهابية منعت دخول تلك القوافل وعسرت دخولها. الذي يجري والذي نؤكده دائما هو أن الجمهورية العربية السورية أعلنت أن المساعدات هي مستحقة لأهلنا إن كانوا داخل سيطرة الدولة أو خارج سيطرة الدولة. هذا هو منطلق الدولة السورية، بأن الدولة سوف تقدم ما يمكن تقديمه إلى أي مصاب من رعايا الجمهورية العربية السورية على أي شبر من الأرض السورية. لذلك انطلاقا من هذا الأمر نحن أعددنا القوافل اللازمة وهي جاهزة للانطلاق عندما تكون الظروف مؤاتية إلى ذلك. لن نتزحزح عن هذا القرار، إنما نحن مستمرون في السعي حتى تدخل هذه المساعدات إلى الأهل المتضررين من جراء الزلزال في شمال وغرب إدلب. ما نستطيع قوله أننا نحن لن نقصر في هذا الأمر، لكن فقط ننتظر الظروف المناسبة حتى يمكن لهذه القوافل أن تدخل بشكل آمن عن طريق الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ونضمن وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها. تماما، شكرا لك سيادة المحافظ. إذن كما شاهدنا الآن القوافل التي تم تحضيرها من أهالي ريف إدلب سترسل إلى المحافظات المنكوبة، وأيضا عندما نتحدث عن مناطق إدلب وشمال إدلب المجموعات الإرهابية المسلحة تحديدا هيئة تحرير الشام تعرقل دخول القوافل المساعدات إلى الأهالي المتضررين في شمال غرب سوريا. تحديدا هنا نتحدث عن مناطق سلقين وحارم وسرمدة وباب الهوى والدانة، هذه المناطق الحدودية مع تركيا والتي تعرضت لأضرار كبيرة، والإحصائيات حسب المصادر الأهلية تشير هناك إلى 2500 ضحية، إضافة إلى أكثر من 5000 مصاب نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة. وهناك طبعا عدم دخول المساعدات من أي جانب باتجاه الأهالي بتلك المنطقة، والحكومة السورية أكدت منذ اللحظة الأولى بأنها جاهزة لإرسال القوافل وارسال المساعدات وارسال الورشات الفنيه والهندسيه الى تلك المناطق في حال تم السماح لها وتم تامين الطرقات لايصالها للمستحقين بشكل كامل. والامم المتحده اليوم اعلنت بانها فشلت في إيصال تلك المساعدات نتيجة عرقلة هيئة تحرير الشام الارهابيه هذا الامر ومنع وصول المساعدات الى الاهالي في تلك المناطق. في وجع جوا عميق لا صوت راقي ولا صدى ولا مين يكفي الطريق. عبر معبر نصيب الحدودي توالى دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الأردنية والشعب الأردني. تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، حيث وصلت قبل قليل دفعة من المساعدات قادمة من الجانب الأردني ومن رجال أعمال وتجار سوريين متواجدين في الأردن، تتضمن 3 شاحنات بداخلها مواد إغاثية وأيضا مواد غذائية، وتم استقبالها من قبل الجهات المعنية في معبر نصيب الحدودي وأيضا من قبل عضو المكتب التنفيذي المختص. توازيا مع ذلك أيضا دخلت كمية من المساعدات العينية مقدمة من نادي البلقاء الفروسي، وهو نادي أردني، قدموا هذه المساعدات أيضا للعائلات المنكوبة جراء الزلزال. للتعرف على طبيعة هذه المساعدات بشقيها سواء الشاحنات وأيضا المساعدات العينية من خلال عضو المكتب التنفيذي المختص الدكتور وليد دخلياتي، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، أهلا وسهلا. نحكي عن هذه المساعدات اللي وصلت اليوم، شو بتتضمن وشو طبيعتها؟ وصول حاليا 3 شاحنات من رجال أعمال سوريين مقيمين بالأردن الشقيق في الاستجابة السريعة للكارثة الإنسانية التي وصلت في سوريا، التي حصلت في المناطق المتضررة، تتضمن مياه معدنية وإغاثية وغذائية وإيواء. وأيضا وصلت مساعدات عينية من قبل نادي فرسان البلقاء النشامة من الأردن الشقيق. شكرا دكتور. ايضا نلتقي بعض الاخوه والنشامه في الاردن، يعطيك العافيه. الحمد لله على السلامه. العافيه، الله يسلمك حبيبي. اليوم شو المساعدات اللي مقدمينها انتم؟ شو حابين توصلوا رساله من خلالها اليوم؟ والله يا سيدي احنا اقل واجب نقدر نقدمه هي مساعدات عينيه ممكن تلزم للناس هون جوا، من حرامات، بطانيات، من ملابس، من حفاضات، طبعا مقدمه من سيد جمال عبيدات، وان شاء الله ان هاي المرحله الاولى والقادم اجمل ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك. يبارك فيك، يعطيك العافيه اخي الكريم. اهلا وسهلا. اليوم شو رساله حابين نوصلها من الشعب الاردني اليوم، وقوف الشعب الاردني؟ والله الشعب الاردني والشعب السوري اخوان، واحنا يعني بلد واحد، وتضرر الشعب السوري تضرر من الزلزال اللي حصل في الشمال السوري، ونامل يعني اخوان اللي تضرروا انهم يرجعوا يعيشوا حياه طبيعيه وسعيده كبقيه اخوانهم بالاردن. شكرا لك. اهلا وسهلا. اذا يعني كما لاحظنا هذه المساعدات المقدمه من قبل الاخوان في الاردن من قبل نادي البلقاء الفروسي تتضمن اغطيه والبسه وبعض المستلزمات المنزليه مقدمه للعائلات المنكوبه جراء الزلزال. كما قلت اذا نحن امام ثلاث شاحنات قدمت من تجار رجال اعمال وتجار سوريين مقيمين في الاردن، ايضا مع مجموعه من يعني المساعدات العينيه قدمها نشامى الاردن وبعض اهالي في الاردن. اذا هذا هو المشهد الان من معبر نصيبه الحدودي، وكما نؤكد ان يعني بطبيعه الحال هناك جهد مستمره من قبل الجهات المعنيه سواء في معبر نصيب او جهات معنيه في محافظه درعا من اجل التنسيق، من اجل استقبال هذه المساعدات التي قد ترد كل لحظه او كل يوم او اخر. كنت انا معكم فراس الاحمد من معبر نصيب الحدودي، ومن خلف الكاميرا زميل محمد مومني، العوده لكم زملاء. وصلت شحنة المساعدات الإنسانية الإيطالية قادمة من بيروت إلى سوريا، وتسلمتها في دمشق منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتعتبر هذه الشحنة أول مساعدة أوروبية تصل إلى البلاد منذ كارثة الزلزال المدمر فجر الاثنين الماضي. هذا وقد تسلم المساعدات بحضور المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في بيروت. وتتضمن الشحنة 4 سيارات إسعاف و6 حزم كاملة من الإمدادات الطبية، إضافة إلى معدات الإنقاذ اللازمة، إلى جانب فريق طبي إيطالي مكون من 4 أطباء متخصصين في جراحة العظام. أهمية شحنة الإيطالية أنه هي أول دولة أوروبية ترسل مساعدات لهذه الكارثة الوطنية، وجابوا لنا معدات. هي الفكرة أنه تقريبا كسرنا شوية الحصار الاقتصادي، وكان الفضل الأول والأخير للإيطاليان. طبعا بعثوا معهم 3 دكاترة، 3 دكاترة اختصاصي عظمية حتى يروحوا يشوفوا الاحتياجات حتى يضلهم يكملوا. اليوم باعتين 4 سيارات إسعاف، وباعتين ألبسة شتوية، وباعتين أدوية، وباعتين مستلزمات طبية. إن شاء الله نحن وعدونا أنه ستكون هناك كمان شحنات إضافية. نحن باسم الهلال الأحمر العربي السوري، باسم كل الشعب العربي السوري، إنه نحن ما عندنا فرق بين أي واحد من الشعب العربي السوري، إذا كان بإدلب، إذا كان بحلب، إذا كان بدرعا، إذا كان بدير الزور، نحن كل محتاج الهلال إله. هلا عم نسمع حديث كثير، وبنسمع على طول تصريحات كثيرة، أنتم سكوا إنه الهلال ما بيشتغل مع حدا، وهلال مو تابع لحدا، وهلال حيادي وقراراته منه وفيها، بس مهمته توصيل المساعدة للمحتاجين. هناك دول أوروبية أخرى هلأ عم تبدأ ترسل. أي مواطن بسوريا هو هدفنا مساعدته، أي مواطن محتاج، يعني نحن احتياج المواطن هي أساس الوجهة تبعنا، يعني كل مواطن محتاج هو الوجهة تبعنا ولهالتعاون هيدا. يعني من رومانيا ستأتي طيارة مساعدات أيضا، وصرحوا أيضا تضامنهم مع الشعب السوري ومع المواطنين السوري والسوري المحتاج في أي مكان. طبعا الشيء اللي جبناه كان بداية، وستلاحق أيضا ستأتي بعدها طائرات من إيطاليا بمساعدات، لأن الناس هبوا كلهم ليساعدوا بهالعجالة. بيومين 3 حضرنا هالشيء اللي فينا حضرنا، على أمل أنه بالمستقبل القريب رح تيجي طيارة تانية أيضا. طبعا بدنا نروح على اللاذقية وعلى حلب، وبدنا نشوف المرضى، وبدنا نشوف الأماكن المتضررة، وننقل الصورة لأصدقائنا ولزملائنا الأطباء وكل شيء بيحب سوريا وبيحب يقدم مساعدات لسوريا. أهلا بكم. قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها إن هجوم الدهس القاسي حصد أرواح 3 إسرائيليين، لكن الوزير المسؤول عن الأمن القومي إتمار بن غفير يعمل على مفاقمة الوضع وليس تهدئته على حد تعبيرها. الله أكبر. عمليات فدائية واحدة تلو الأخرى لعلها سلاح الفلسطينيين الوحيد لمجابهة الكيان الإسرائيلي الصهيوني في القدس المحتلة، وفي أعقاب عملية الدهس الفدائية التي أسفرت عن مقتل 3 صهاينة. وزير أمن الكيان الإسرائيلي وجه الشرطة بالاستعداد لعملية سرواق 2 ونصب الحواجز ليتسبب بعرقلة حياة مئات آلاف الفلسطينيين المقيمين في المدينة من دون صلاحية ومن دون نقاش مسبق في الكابينة السياسي الأمني للكيان، ليشعل بذلك شرارة تصعيد جديدة. وسائل إعلام متعددة تابعة للعدو الإسرائيلي استنكرت السياسات الاستفزازية التي يتبعها بن غفير التي تؤجج الأوضاع، ومنها صحيفة هآرتس، إذ تناولت الأخطاء التي ارتكبها بن غفير بعد العمليات الفدائية التي حصلت في القدس المحتلة، وقالت إن رئيس الحكومة مسؤول عن ذلك. كما ذكرت في افتتاحيتها أن بن غفير يعمل على مفاقمة الوضع وليس على تهدئته، وأنه يسعى من أجل دهورة البلد إلى انتفاضة شبيهة بما سبق عملية السور الواقي في سنة 2002، لافتة إلى أن كلامه يمكن أن يفسره الفلسطينيون بأنه إعلان حرب، ومن الممكن أن يؤجج هجمات إضافية. كما وجهت أصابع الاتهام إلى من عين ناشط اليمين المتطرف والمجرم المدان الذي وضع هدفا له جر الأوضاع إلى صدام مباشر مع الفلسطينيين، قائلة إن أعضاء حزبه تواقون إلى انتقام، في حين إنهم ينسون وظيفتهم وهي الحفاظ على الأمن على حد تعبير الصحيفة. لا تكاد تخفى حالة القلق وعدم الاستقرار في الكيان الصهيوني على المستوى السياسي والأمني بسبب العدوان المتواصل للكيان وانعكاس ممارساته سلباً على أمنه القومي وخلقه انقساماً واضحاً أحدث فجوة بين حكومة الكيان وقاطنيه، وإخفاقه تكراراً في ردع المقاومة في ظل تآكل قدرة جيشه، إضافة إلى تعاظم إمكانيات فصائل المقاومة التسليحية والميدانية والتكتيكية وداعميها. فالتغيرات الاستراتيجية التي ما زالت تتشكل ستدفع به إلى الخلف أكثر، وجبهته الداخلية ستشهد مزيداً من الانقسامات، ومكامن القوة التي يملكها لن تكون عائقاً يمنع قوى المقاومة من توجيه مزيداً من الضربات لعمقه الأمني، ما سيعجل في انهياره. مشاهدينا، بقي في هذه النشرة التذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس الأسد خلال لقائه الشيخ عبد الله بن زايد، الشعب السوري يقدر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة لتداعيات الزلزال. استقبلونا وقدموا لنا كل شيء بنحتاجه. تواصل توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على متضرري الزلزال في المناطق المنكوبة. الاستجابة السريعة للكارثة الإنسانية التي وصلت في سوريا. عبر المنافذ البرية والمطارات تدفق المساعدات الإنسانية من الدول الشقيقة والصديقة. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.